من شباب لبنان الكتار اللي عندهم شعور مشترك بالإحباط وعدم الأمان والخوف من بكرة، لجأ لعالم المخدرات بهدف النسيان أو أنه يتناسى. بدي رحب بأحمد، أهلا وسهلا فيك أحمد. بدي بلش أنه أنت اليوم عم تتعالج، صرت بآخر مراحل العلاج، صار لك كم شهر تقريباً؟ 8 شهور. 8 شهور، قدي بعد لك لتخلص؟ شهر. الله يقويك أحمد. أحمد، كيف بلشت تتعاطى مخدرات؟ أنا إجمالاً بلشت على عمر كبير بالمخدرات. قدي كان عمرك؟ شي 26 سنة، وهيدي إجمالاً حالة ما بتصير قليلة جداً، يعني على طول اللي بفوت بعالم الإدمان ببلش على صغر. أنا كان وضعي إجمالاً كتير مرتاح، كنت بشتغل مادة، كنت بشتغل، مصمد مصاري، تجوزت، فتحت بيت، مع أني بساعد بيت أهلي، يعني أنا بيي متوفى من وراء الظروف الاقتصادية بالبلد أكيد. يعني صار معي مشاكل أنا ومرتي، وصلنا للطلاق. كان عندك أولاد؟ لا، ما كان عندي أولاد، كان صار لي 2 سنين تقريبا مجوز. أنا إجمالا كنت ما بعرف شيء عن المخدر يعني، وفجأة يعني نطيت. كيف تعرفت على المخدرات كبديل كهروب؟ هو أنا فكرت أني عم بهرب بالمخدرات، أنه لأنسى واقع معين أو شيء، بس هربت لعذاب أكبر صراحة. يعني كيف كانت أول خطوة؟ مين عرفك على هالعالم؟ شاب من أصحابي. أي شو قال لك؟ عرفني على المادة اللي كنت أنا مدمن عليها. شو هي كانت الهيروين؟ المادة؟ مباشرة رحت على مباشرة دغري، يعني أنا وصلت لمحل مثلا ما فيني أقوم من التخت قبل ما أتعاطى. بعد قديه؟ ماشي بشهر. وقد ايه كنت تتعاطى يوميا احمد؟ يعني وصلت يعني اخر شيء وصلت تقريبا بديش 8 جرامات بالنهار. وانت احوالك الماديه قادر تامن 8 كنت جرامات؟ قبل كنت قادر امن، بعت سيارتي الثانيه مثلا، بلشت بيع فرش بيتي، رجعت رحت سكنت عند اهلي، بلشت بيع فرش من بيت اهلي. اضطريت تعمل شيء اكثر من انك تبيع؟ اضطريت صراحه. شو؟ روجت فتره. روجت؟ هاي اول مره بقولها صراحه. يعني اذيت غيرك لحتى انت؟ لا، انا ما عشان انا بس شيل حالي، يعني عشان انا ما انوجع اضطريت انزل لهذا الشيء، بس انه مش كتير، فتره شهر يعني، بس اضطريت اعملها. سيدي جريمه. اكيد بعرف. باردون، في وكيف وقفت عن ترويج المخدرات؟ اصلا انا ما كان بدي اياها، انا مش هيك، انا انسان متعلم، مش مخلص جامعه، كنت على وشك خلص، يعني عامل بعد عندي كان سنة بخلص أوبتوماتريست. أوكي، فأنا انصدمت من حالي، يعني أنه أنا كيف عم بعمل هيدي الخطوة. أول شيء أهلي ما كانوا بيعرفوا أنه أنا مدمن، فبلشت يختفي أشياء من البيت، يعني وين عم بتروح فيها، وين كذا، عندي دين كنت هون، تضطر عندي دين هون. تسرق من أهلك؟ ما سرقت، بس أنه أشياء أنا جايبها للبيت. شو تعمل فيها؟ أخذها مثلا دي في دي، تي في صغير لأوضتي كذا، أخذها بيعها أو أعطيها للتاجر. يعني في وجع جسدي، يعني بيوصل لمحل اذا انت بدك تقومي الصبح ما فيك تقومي توقفي على اجريك قبل ما تاخذي الدوز تاعي، ابدا ابدا. ما الك خلق على اهلك، ما الك خلق على حدا، يعني مجرد انك بس تاخذي الدوز تاعي خلص، لفي اون روز، بتقومي بتلبسي والحياه حلوه. بدونها للماده ما فيك تعملي شيء. نحن اليوم احمد بهالجلسه عم نحكي انه اللبنانيين على اعصابهم، الشعب اللبناني مخدر، وفي جزء من الشعب اللبناني نسبه كثير عاليه عم تعاطى مخدرات بسبب امور كثيره وبسبب صحيح. الضائقه الاقتصاديه، نسيك همومك الاقتصاديه؟ اول فتره بنسيك همومك، بس مش وقت كثير. كم سنه تعاطيت؟ 10 سنين. 10 سنين، مده طويله. اكيد. جربت يعني تتعافى؟ جربت تساعد حالك او تطلب المساعده بهالفتره؟ جربت بال 2018، طلعت عملت تاهيل بس ما كملت، فليت بعد 4 شهور. ليه؟ خلص حسيت انه انا منيح وما بيني شيء، وهيدي اجمالا هذا الفخ اكتريت اللي عم بيطلعوا يتعالجوا عم بيوقعوا فيه، يعني بيطلع بيكون محتر جسمه بعد الديتوكس بالمستشفى. بتعرفي اول شهر بكون ظهر هالسم من جسمك، بلشي تاكلي بيرجع الغذاء لجسمك، وهيك بتنصح اجمالا بيرجع بيورد وجهي. فهذا الفخ اكتريتنا وقعنا فيه، انه يلا انا صرت منيح وما بقى اتعاطى وما بعرف شو. فلي من المركز دغري، اول شيء بتعمليه بتحمل التليفون بتدق للتاجر، عشان لا مفاهيمك تغيرت وبعدك نفس السلوكيات اللي اكتسبتيها من الشارع ومن وراء الادمان. وهذا اللي صار معي. رجعت اتصلت بالتاجر وقلت له بدي انا على الطريق، بعد ما وصلت على البيت بعدني ظاهر من باب المركز ديركت.
اتصلت بالتاجر دغري. بدك 100% ورجعت دخلت بدوامة الإدمان، رجعت 3-4 سنين لهلا رجعت بنفس النسبة أو رجعت أكثر. لوين ممكن يوصل اليوم أي شاب أي صبية أي إنسان يأس من عيشته، راح على المخدرات اللي بفكر إنه هي حل ولكن هي الجحيم؟ 100% بده يوصل، يعني إذا ما أوفر، عمل أوفر دوز ومات، بده يوصل للحبس، بده يوصل إنه يتشرد بالشارع. وفي كتير، يعني أنا معي 18 شاب بالمركز، في منهم يلي مأوفر كذا مرة، في منهم يلي انحبس كذا مرة، اللي زعبوه أهله من البيت نام على الطريق. هيدي حل، يعني ما في، يعني هيدي طريق الإدمان لهون، ما في حل. مين رابع. ساعدك أحمد؟ أنت ساعدت نفسك أو احتضنك المجتمع أهلك؟ أنا إجمالاً أخذت القرار آخر مرة أني فوت على أعمل ديتوكس، حكيت مع شاب صديقي، وأنا كان وضعي بالمرة يعني لا قادر فوت مستشفى ولا شيء. وضعك المادي؟ إيه وضعي المادي أكيد. حكيت مع شاب بعرفه، قلت له 1-2-3 وما بدي أهلي يعرفوا. فتت عملت ديتوكس وطلعت على المركز، بعد شهرين اللي خبرت أهلي إنه أنا بمركز تأهيل. وواحد 1-2-3 عرفوا أهلك؟ احتضنوك؟ إيه طبعاً، كانت الثقة بيني وبين خيي الكبير كتير رايحة بالمرة، رجعت الثقة. انبنت الثقة حتى مع أمي. أحمد هلا أنت بالمركز، بعد شهر رح تطلع المركز، طبعاً ساعدك كتير وكتير مهم إنه نروح على مراكز تأهيل ونعترف بمشكلتنا أكيد. لأنه في مراكز بتساعدنا وهيدا شيء الحمد لله كتير منيح. بعد شهر رح تطلع، في واقع صعب كتير طبعاً، في بطالة، في جوع، في هجرة لكتير من الشباب، في غلا، في كل شيء، في مجتمع عايش على أعصابه، في بلد مش ماشي أصلاً. يعني مستعد تواجهه؟ نفسياً أنت قوي؟ نفسياً مستعد، بس إنه لقلك مستعد كتير أكيد لا، عشان ليه لا؟ ما بحس حالي إنه هلأ أنا إذا بظهر لا عندي شغل ولا عندي شيء، إنه أوكي قدي أنا مثلاً حضاين. شو بتعمل؟ ما بعرف. ترجع للمخدرات؟ لا أكيد لا، فعشان هيك نحن المركز اللي شو اللي بأكد لي إنه أكيد لا؟ أحمد. أكيد لا، عشان المركز وقت ما تخلصي أنت 9 أشهر ما بيجي بكبك دغري برا بالحياة، يعني نحن فوق بالتأهيل عالم مصغر عن برا، عايشة بين جماعة وبين كل أنت شيء. أنت بمركز جي سي دي اللي هو جسدي، اللي هو مركز كتير عم بيساعد ناس، وشكراً إنه الليلة تعاونوا صحيح. معنا. فبتحملي ضغط من المركز، تعيشي صعوبات، يعني تأهيل منه شيء حلو، يعني اليوم لو واحد يطلع لا هو شيء حلو بس شيء صعب، شيء صعب 100%. أحمد ليلى، في كتير شباب عم بتابعونا هن غاطسين بالمخدرات، وهن أو يمكن عم يتعرضوا أو ممكن يتعرضوا، وبفكروا إنه المخدرات للأسف هي هروب من الواقع. شو بتقول لهالشباب؟ أنت هربت من واقع بس فتت بجحيم. أنا هربت من واقع إيه، بس فتت على جحيم كتير أكبر من الأشياء اللي أنا كنت فيها. شو بتقول للشباب اللي عم بتتابعونا الليلة؟ بدي أقول لهم ما تهربوا للمخدرات، عشان هذا شيء حيكون أول شيء حلو لأول فترة قصيرة جداً، بس أكيد حيتحول بسرعة لشيء أضرب من الجحيم. يعني عن جد حياة المدمن لا توصف، يعني قد ايه بدي اقول لك فيها وجع. وصف لي اياها بكلمتين، اعطيني عنوان لحياة المدمن. وجع، هيدي اقوى كلمة. وجع بس ما فيها شيء حلو، يعني نظرة العالم لإلك، محيطك، كذا، بتصير كثير سلبية، يعني بطل حدا يأمن لك على شيء، يعني كل العالم بتصير انت ماشي هيك كله بزيح عنك.